كفل سلسا سبات حيا سبات برغادير جنرال شتو غبر مريم يهيا ولتنيا ترارا كفلت ورازاج برغادير جنرال شتو غبر مريم بحرر جي كفل هاگر يتول لدو سيهون عندنيا ناولتنيا درجات مهرتاتشون بحرر نابادي سببات انا كوال كنا كتكترو سوستوري المولاون بوت اتوري تمسرتون ترارا كفلت اور بمياز ليت تكنو جاي مايلا يوني ناك فاقم بار ينادو الزاكال بمهون يناك فان مكلاكيا غرا كنف بمياز بيجيزيو بكن هون بلاليت يتدقا قممات كات يتفتس اموني شابيان تور وساين مكلاكيا يزو يأزون مكلاكيا يزو تايالاس دفرو كورات مكون ناتشو كيكو كوب زمچا بعصرازتين سبارات تامت مهرت مرافولت كنادو از مكلاكيا غراكنف بمنسات كملبسو كميجينيو عصراز منتنيا كفلت اورغارت عمرامات كات فتسموهل يهننم سيادرگو يشعبيان مكلاكيا تسو بمقبات جيغاس چگاري نبروتن تلك شلقوچننا تراروچ بمالف كزنابنا كغورفغاري تنگلاتو ناچو تلاتن كهاياس كسلاسا مز كيلومتر درس يتكتاتلو كندر جتو يمتونا بزوم الساريان نامر كوياس جنيو جغنا مكونن نبرو بتالي برسات شوسر يتاززو ينبرو تنا بجغنا وليتنا الكولونيل بوساتو مساي ممراو همسان دنيا ترارا برگيدنا بجغنا وكولونيل ياريد دبلا يمرا ينبرو عربازتان انيا برگيد ياسا يوتا مرارنا جغن النت من جزيمي ماير رسا يتور ميدا تاريكنو نزيه برگيدوش كان نزاجا چو بكفلت اورو چوست سمت رالين تا تبلوي ميت ارو كفلوش نبرو برگادير جنرال شتو غبر ماريام باس رازدين سماني عمت مهرت كفلت اورا چو نيزو تگراي كفلهاگر يسفرون يوغن سوستن يابيو تاوي سراوي تلمات اناكر لمردات كيرترات انستو بمگس گسلين دالو راما بتبالو وردا بتلات دفت آوت مد بمقباتات شو يتتا كوسو لو كاكم بلاي بوهونا مكنيات يوتا شو الفوال ما كوننو يغنت اورت مهرت بيت اسرازت انا نعوچو ما كونن ود الدر مرو قسيهونو كاقرنيات مهرت باشاگر ادوانس مد فنا كورس وسدو بلاك اوتيت فتس موال هيا سمنت برغادير جنرال حيلو كبده يهيان دنيا تراراك فلت ورازاش برغادير جنرال حيلو كبده بولو كفلها غرطول دو يدقوناتشو عن دنيا ناولة تنيا درجات مهرتاتشون بزيو كفلها غرد السي كتمافت سموهال يوتات مكون ننت رمياتشون بمسراك تورغن بارب ما قلقل ياسال لفونا لم دميا كابتو يوجيام هوني زمچا مكون ننت بكاتاتشو ببزوية تورميدا ولواتشو كفتن يازنا ناوت يتاس غنيتو اللاتشوال باسرازدين سبا عمت مهرت سنيور منجست ولوم نگر وده سمين تورغن بار يميل زمچا با وجبت وقت ني مكون نن كمسراك تورغن بار كتنك عنكو يكارا مارا ترارا جغنا عصرن ياغرن ياك فلت اورغار نبرو ياك فلت اورو زمچان ناتمهرت مكون نن بمهون تنك عنكو باك اي بحر دار اتشابك كل كمرسا قول وبس كافابت مسراك درس كشعب ياغار تواك توال بزيهو جيام تالاتن كوهالاو بمقبات بزو قداتن دي درس بات يادرقو ياسرن ياك فلت اور زمچا مكون نن ناتشو باس رازدين سبارات تامت مهرت يكوي كوكوب زمچا بوت تطوري تمولاون يهايان دنيا تراراك فلت اور بمياز بكركبت ببارين تونا بناك فاقن بار تسلفو كفتنيا جغن النت بمسرات وسان قبوچن يعزو تنكار راي زمچا مكون ننا عزاج ناتشو باس رازدين سبا سمن تامت مهرت بارين تو كتما بتالاتج بودك اتشبت وقت لما اللسومات كاتو كتسلفو عمسك فلت اورو چان دنياو بسات شو يميتاززو يهايان دنيا تراراك فلت اور نبره بوغيا يبارين تون مراباك تات شايزو چابت عبسان الزروبت وقت تالات كفونيا بممتاتو يبارين تون مرابت انكار رامشيق لقوة دا سودان يتزرك الركن ديافق فيق ككفتن يامر كوغار دليا درقو جغنا مكونن ناتشو بمجرشام ودا سوستن ياو ارمي تقراي كفلها غرب زمچا مكونن نت تزاورو يطلعتن مادقات لماكشف بتا درقو متانا سفي وقيا بماستبابر لايندالو كطلعت بتا تكوسات يتهيوتا تشوال فوال
برگادر جنرال حیلو کبده یگنت اورت مهرت بیت یه هاول تنیا و چو مکنن ود درم روکسی هانو و چه هگر تلک او کف تنیا یه گرنیات مهرت تمره و تمل سوال حیازت این کالونیل مکنن ولده یاندنیا نایهول تنیا درجات مهرت آچون بعد دی سبب آکتمات کتاتلوات انکوال. اگر آچون بود تدر نالماغلگل کن بر آچوف لاغوت نه فکری تنسه. به کبر زبانیات آرت مهرت بیتی سوستنیا کورس تودا داری به مهون. ود در آچون بعد گابی ودیت چررسو. به مکتل متوالک آما ارگ تمرکوال. اسکت آساس اسراز دنیا مساسوس تامت مهرت به کبر زبانیک فلت اور کاغل گلو بحالا ودت اور سرایت به مزار به تلیعیک فلوچ بازجاج نت ناباستر ادر مکنن نت یمیاس مسجن گل گالوت ستال باسراز دنیا سبامت مهرت عکبابی ود ایرتراک فلهاگر تزاورو یسرام مستنیا و بات اور برگید ازجاج نه به مکت از ممریابل یولیو حالا فی نت به من مدب گل گالوت ستال باسراز دنیا سبارت تامت مهرت بک ایکو کوب زمچه جگناو نه تفرین برود اوراتچن یسراس بات تنیا کفلت اور ازجاج به مهون نک فاسمین مسراق تت اگاک تو تسلفو یناک فان کتمای میکلاکلوتن کلف مریتوچ مالتم کفتانه تو باسراسبات های آمیست، اسراسبات همس آمیست، های همس هزت این، اسراسبات زیروهلت کربتاوچن بدینگتن یامات کات تگنتای ساینکه، بکلال مسوات نت باس دنناک ایهونیتا کفلت اورون یمرو، کفتن یامر کویازو یه جگنو اسراسبات تنیا کفلت اور ازاج نچو. ننی وسانی مریتوچ بوگن جسیوت کو، تلات آرومای بلو نکفال لملک اک بزگ جتلای نبره. بمچه رشام دلات چون بمصفافات وده نکفایر معرفیه بمگس گسلای ندالو به تلات به تتکوست ایت کفتانت باس رسابات زیروهلت تکبابی هیوتا چوالفه. سلاسا لیتنال کلونیل شباب باوزل لگه یه طول لدود یه مجمعه نایولت تنیا درجات مهرت آچون میتکت آتلوت بگون درکف لاغر نو کدام مسیل آگر آچون لما گل گل بنبر آچو یا هگر فکر سمیت بگنت اورت مهرت بیت خولتا بایا نیاو یه چوم کنن ود در بمساتف تمهرت آچون بمیگه بافت سموال کلونیل شباب باو تک اور ریالو سونت آچو داگو سنا دل دل یالو تات مکنن آچو به سپورت نابا یه رو لرت مهرت به تگنه باو نه بفرد تمو کمن اچو لای با اقوامی تست اچو نشگوت وگه با اچو لای شاد تادرگه و میمرو تورفیت ممریان نامکر لمستد سی تاییو گرم اچوی مار رکال اونیت اچو یه میازو تن توری و گیا منفس کمان نساساتو نه کما دابرو باشاگر یه میمرو تور بس اچو لای اصاد درو منت بگلت با میمرو تورفیتی نبب نبره به تسلفو بد اور گمبار دلنجیشم فتسیگت ما چوالا یهوم. یهی چلو تا چو با اگری تو لتنیا درجای میست اون یلاک ات اور میدا میدا لیا بمنگست تسرکو کمو تو بوحالا تشلموال. باس راز دین سلس هازت انیامت مهرت کسو مالیت اور گار به تدر رگو کفتنیا و گیان نا بس امینت اور گمبار کگنت آی گار به تدر رگو زمچا و داری لی لو جگن نت سرتوال. جگناو مکنن کتلات به تتکوسه همسا کالیبر متریز تمتو عصمراه به لزامن در لای به جگن نت ود کوال مکننو یک ادموی جگناو براری نبر یا یه رولد شالک ازاج نا یه هلت تنیا پارا کماندو برگید ازاج نبرو یه سمین از زمچان نا تمهرت مکنن هونیه کتگن ازب کوت لیلا نیاو بهاریت چو بو گیا گیزه تورات چون به تفافم و گیا سیمرو مشگن نامریتی زو کما واغاتی لک قومه ما واغاتن امیازو ترو دفار مکنن ناچو لیتنال کلونیل شباب باوزل لک ایسر روت جگنن نت بسمین تور گمبار بچا سای هون بمسراکو یاگرات چن کفل میتایی نو باس راز دین سل سازت انیامت مهرت یه سومالیا منگست به ایتوپیا لایت اورن نتا و جون نا با اگادین نا بحرر کتمای مادکاتون تورن نت سنزرو بنبر بت گیزه جگناو شباب باو یاسایوت جگن نت یه میدن نک نبره
እሳቸው የመሩት የሁለተኛ ፓራ ኮማንዶ ብርጌድ ጦር በአፈዲስ ቀበሌ በማሽላ ማሳ ገብቶ ምሽግ ይዞ በህዝባችን ላይ ጉዳት ሲያደርስ የነበረው የሶማሊያ ጦር መንጋ በሙሉ ኃይሉ ጨበጣ ገብቶ እንዳልነበር በማድረግ ወረዳዋን ከብዙ ምርኮ ጋር ነጻ ያወጣ ጀግና ጦር አዛዥ ናቸው። በዚህ ውጊያ ድንገተኛ ጨበጣ በመሆኑ ብርጌዱ 50 ከመቶ ያህል ኃይሉን በውጊያ ገብሯል። ያለ መስዋዕትነት ድል የለምና ሰላሳ አንድ ኮሎኔል መርሻድ ማሱ። ኮሎኔል መርሻድ ማሱ በጎንደር ክፍለ ሀገር ተወልደው ያደጉ ሲሆን መጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በዚሁ ክፍለ ሀገር ሲያጠናቅቁ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት በከፍተኛ ውጤት አጠናቀዋል። በዚህ ትምህርት ቤት ቆይታቸው ባስመዘገቡት ከፍተኛ የትምህርት ውጤት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ የሁለተኛ ውጩ መኮንን ውድድር ተካፋይ እንዲሆኑ መርጧቸዋል። ኮሎኔል መርሻ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ በደማቸው ውስጥ የውትድርና መንፈስ የተዋሃዳቸው በተለይም የኢትዮጵያ አርበኞች በህዝብ በዓል ወቅት በደረታቸው ላይ ሜዳሊያውን ገጥግጠው ሲመለከቱ እኔም እንደነርሱ አንድ ቀን ታሪክ የማይረሳው ጀብዱ ለሀገሬ ሰርቼ አልፋለሁ በማለት የተነበዩ ሰው ነበሩ። በተለይ ወታደራዊ ታሪክን ወይም ጦርነቶችን መጽሐፍት ማንበብ የሚወዱ አስተዋይ መኮንን ነበሩ። ያነበቧቸውንም መጽሐፍት ፍሬ ነገር በዚያ በማይሰለቸውና አድምጡኝ በሚለው የአማርኛ ቋንቋ ችሎታና ለዛቸው በቃላቸው ሲገልጹ ሁሉም ሰው በተመስጦ ነበር የሚያደምጣቸው። ኮሎኔል መርሻ መካከለኛ ቁመት ያላቸው የቀይዳማ ጥሩ የወታደር አቋም ያላቸው ሲሆኑ ዘወትር ወታደሮችንም ሆነ መኮንኖችን በሚያነጋግሩበት ወቅት ከፊታቸው ፈገግታ የማይለያቸው ደግና ተግባቢ ሰው ነበሩ። ኮሎኔል መርሻ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ወቅት ስመጥር በነበረው በአየር ወለድ ሻለቃ በራሪ ነብር ውስጥ በመቶ መሪነትና በሻምበል አዛዥነት ተመድበው በሰሜን ጦር ግንባር ተሰልፈው አኩሪ ጀብዱ ፈጽመዋል። በ1969 ዓመተ ምህረት የሶማሌ ጦር ዳር ድንበራችንን በመድፈር ብዙ ወረዳዎችን በቁጥጥሩ ስር ባደረገበት ወቅት ጀግናው ኮሎኔል መርሻ በዝነኛው አንበሳ 3ኛ ክፍለ ጦር ውስጥ የጀግናው የ10ኛ እግረኛ ብርጌድ አዛዥ በመሆን የሶማሌን ጦር ከሀገራችን ግዛት ረግጦ ለማስወጣት በተደረገው መልሶ ማጥቃት ብርጌዳቸውን ይዘው የሰጡት ቆራጥ አመራር ታሪክ የማይረሳው አስተዋጽኦ ነው። በተለይም ጠላት የሐረርን ከተማ ለመያዝ በመገስገስ ላይ በነበረበት ጊዜ ቆሬ ላይ ጠንካራ ምሽግ አዘጋጅተው ጠላትን ክፉኛ በመምታትና ሞራሉን በመስበር ዓላማውን ያኮላሹ ጀግና መኮንን ናቸው። በ1970 ዓመተ ምህረት መንግስት ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር የሚል መሪ መፈክር ባሰማበት ጊዜ እኚህ እውቅ ጀግና መኮንን አሁንም ፈጥነው ተሰላፊ ከሆኑ ግንባር ቀደሞች አንዱ ነበሩ። በአንበሳው 3ኛ ክፍለ ጦር ስር የ10ኛ እግረኛ ብርጌድ አዛዥ በመሆን የክረምቱ የተከዜ ወንዝ የውሃ ሙላት ሳይበግራቸው ጦራቸውን ይዘውና መርተው የተሻገሩ ጀግና መኮንን ናቸው። በዚህም በ501ኛ ግብረ ኃይል ጦር ስር የተዋቀረ ጦራቸውን ይዘው ተገንጣይን በማሳደድና በመምራት የተሰነይን የውም ሀጀርና ያቆርዳትን ከተማ ነጻ አድርገዋል። የብዙ ጀግኖቻችንን ሕይወት የቀጠፈውና ብዙ መኮንኖችና ማዕረግተኞች ብዙ አስገራሚና አስደናቂ የጦርነት ትርኢት የሰሩበትና የታወቀውን የከረን ዘመቻ በግንባር ቀደምትነት ተሳትፈውበታል። በዚህ ዘመቻም ኮሎኔል መርሻ የ10ኛ እግረኛ ብርጌድ አዛዥ በመሆን ጠንካራውን የከረንን ወሳኝ መከላከያ ምሽግ በመስበር የጠላትን ቅስም ሰብረዋል። በመጨረሻም ከአስመራ አቅጣጫ ከተነቃነቀው ከጀግናው 506ኛ ግብረ ኃይል ጋር በቅንጅት ስትራቴጂካዊዋን የከረንን ከተማ ከያዙት ግብረ ኃይል ውስጥ የእሳቸው ብርጌድ ይገኝበታል። ከከረን ከተማ ወታደራዊ ጠቀሜታቸው ተለይቶ የሚታዩትን ስትራቴጂካዊ ቦታዎች መሳሐሊትን፣ አፋበትንና የናቅፋን ከተማ መያዝ አለባቸው በማለት ከበላይ አካል የወጣውን ትዕዛዝ ከ508ኛ ሃ ንዑስ ግብረ ኃይል ጋር በመቀናጀት መራራ ማጥቃት ሰንዝረው ወረዳዎችን ነጻ አውጥተዋል። በመጨረሻም የናቅፋን ከተማ ለመያዝ ክፍለ ጦራቸው የተደጋገመ ማጥቃት በሰነዘረበት ወቅት የእሳቸው ብርጌድ በተሰጠው ቀጠና ላስጨራሽ የነበረውን ማጥቃት ግቡ ለማድረስ ከጠላት ጋር በመተናነቅ ላይ እንዳሉ ከጠላት በተተኮሰ ሞርታር
بكفتانة تباسرا سبات تاسرارات وداري للو جاقرنت سر تو بناك فابر لايود كوال. سلاسا هولت كولونيل رتامنكر يامس متوس من تنيا قبرهايل يزم اچان نايت مهرت مكونن. كولونيل رتامنكر تول دوات داقوت بشواك في الهاجر بعد دي السببا كتمانو عندن ياناي هولت تنيا درجات مهرتات چون بتفاري مكونن تمهرت بيت بتروتيت بمات تناكك اچون نا منغستن بك اداموي هايل سلاسيت او راكادامي بولت تنيا وكورسن دي قبو بموسنو تمرتاچون بميقبا فتسمو ومكتل متوالك عمارك تمرك اوال عبيو تاوي زمچا ممريا باسرانزتين سبا متمهرت سانيور باوت تاوتتك على يمات كاتكت بتلي جغناو يامس متولد تنيا قبرهاي لزمچاننا تمهرت مكونن بمهون تساتفوال يوكت بمرابونز شلق اوچنا تراروچلاي يشعبياننا يجبهان طور كبادنا تنكار رامشيق بمسرات يتوسنون يرترانك في القورتو يميكلاك كلوبت جيزينو وقتو ميكرم تورات بمهونو ونزوچ مولتو لنك الناك ياس چگاري بمهون مساناكل هونوال يامس متو لتنيا قبرهاي لزمچا مكونن ينبروت كولونيل رتاقن قزاجو چاچو غار بمهون باوتو تيمات قاتك دمسارت بجغنات اوراچو اماكانينت بسنزروت مات قات يمربن اس چگاري ونز بمشاگر يشرين اوراج جانا يساتيت غاشين وانا كتما يهونون زنن يون يبارين تون كتما ككفتنيا مركو غار نزاوت توال كبارينتو كتمام اياز بوهالا كامس متو عندنيا قبرهاي الغار كزم متو يمسراك إتوبيا دار دمبرت أباك اتشن كهونو كجيغناو سوستنيا عمبساو كفلت أورغار بمكنا جت ياك أورداتن يهاغازن مشيغ نايكارن كتمام مشيغ كفتنيا مسواتن نت بمكفل بزات يهلو مركو بماس جنيت لتدرغو زمچا يسات شوي زمچا سرا كفتنيا ستواسو عدرغوال ከከረን ዘመቻ በኋላ ካስመራ ከተማ ከተነቀነቀው 506ኛ ግብረ ኃይል ጋር በመቀናጀት የ508ኛ ግብረ ኃይል በመባል የተቋቋመውን ግብረ ኃይል የዘመቻ መኮንን በመሆን ናቅፋ ከተማ በር ድረስ በተደረገው መራራ ማጥቃት የተለመደውን የዘመቻ ስራቸውን በየግንባሩ እየተዟወሩ በማስተባበር ላይ እንዳሉ ከጠላት በተተኮሰ ጥይት አምባ ሸለቆ ላይ በጀግንነት መስዋዕት ሆነው ወደቁ። ኮሎኔል ረታመንክር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ ሁለተኛ ኮርስ ምሩቅ ሲሆኑ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦግራፊ የቢኤ ዲግሪ ነበራቸው። ሰላሳ ሶስት ብርጋዴር ጀነራል ወንዶሰን ሰይፉ። ብርጋዴር ጀነራል ወንዶሰን ሰይፉ በሸዋ ክፍለ ሀገር አዲስ አበባ ከተማ የተወለዱ ሲሆን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም ያጠናቀቁት በዚሁ ከተማ ነው። ከዚያም በገነት ጦር ትምህርት ቤት ሆለታ በ21ኛ እጩ መኮንን ውድድር ተሳትፈው በጥሩ ውጤት የተመረቁ ወጣት መኮንን ናቸው። የመጀመሪያውን የወጣት መኮንንነት ግልጋሎታቸውን በደቡብ እዝ በአራተኛ እግረኛ ብርጌድ አከናውነዋል። በነገሌው ራጃና በአራተኛ ክፍለ ጦር መምሪያ የማህንዲስ መምሪያ ሐላፊ መኮንን በመሆን ከመልካም ጠባይና የሥራ ጥረት ጋር ግዳጃቸውን በብቃት የተወጡ ተወዳጅና ጠንካራ መኮንን ናቸው። በተለያዩ ጊዜያት በመድር ጦር ማህንዲስ መምሪያ የተዋጊ ማህንዲስ ትምህርት በአሜሪካ እንዲሁም ወደ ሶቪየት ኅብረት ተልከው ከፍተኛ ወታደራዊ ትምህርትን ቀስመዋል። በተለይም በሀገር ውስጥ የሚሰጠውን ከፍተኛውን ያዛዥና የመምሪያ መኮንን ትምህርት ስታፍ ኮሌጅ በመማር ከኮርሱ በሁለተኛ ደረጃ በመውጣት ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት እጅ ልዩ ሽልማትና ዲፕሎማ ወስደዋል። እንዲሁም ወታደራዊ ምህንድስና ትምህርት አሜሪካን ሀገር ተልከው ተምረዋል። ብርጋዴር ጀነራል ወንዶሰን በደርግ በሚመራው አብዮታዊ ዘመቻ መምሪያ ውስጥም የዘመቻው ክፍል አንድ አካል በመሆን ዘመቻው ውጤታማ እንዲሆን የበኩላቸውን ድርሻ በአጥጋቢ ሁኔታ ተወጥተዋል። በተለየካቲት 8/1974 በተከናወነው የቀይ ኮከብ ዘመቻ በናቅፋ ግንባር የናደው እዝ የዘመቻና የትምህርት መኮንን ሆነው ተመድበዋል። በዚህም ወቅት ፋታ የማይሰጠውን የዘመቻ ንቅናቄ ረፍትን ሳያውቁ ሌት ተቀን በመስራት የዘመቻው ንቅናቄ ውጤታማ እንዲሆን ግዳጃቸውን በብቃት የተወጡ ጠንካራ መኮንን ናቸው። በመጨረሻ ምን ያለሁበት የናደው እዝ አመራር ክፍል በሄሊኮፕተር እየተዘዋወረን ውጊያውን በመምራት ላይ እንዳለን
تسافرن بعد هليكوبتر بودك اتشبت نابتك اتقل اتشبت وقت ولاتشرمي هليكوبتر وانبرري ميجاني بتن بوت عالمهوك بتن السان جيزيه الساتشو فتنتي اللو ترتا درقو برون بمكفت يأزو نابالات كموتيا دانو مكون الناتشو سلاسارات كولونيل منغستو كاسا بغندر كفل هاگر بدبرة تابور اوراجا تولدو يدگو سيهون مجمريان نايهول التنيا درجات مهر تاچون بزيا اوراجا ناباد دي سببا كتمافت سموال جگناو كولونيل منغستو كاسا باسراز دين سلساز دين يامت مهرت بسوماليت اور دار دنبراتشن تدفرو بنبربت گيزي بزوبر راوچن بمفت سم ابريتن يو نيسوماليات اور كجربا هونو كفيت لفيتو بالا سبواك تاچا يبررو يزو يمتاون تقلات يلوجستيكون النام الساريون كان مدبتن يو چوبا ما قاتل بمدمسس يمدرت اوراتشنن يمات قاتلنا يمكلاك القداج بدلن جدا مدام يدرغو جاق نام كونن ناچو بأتليبك ايكو كوب زمچا كاسرازدين سبارات كاسرازدين سبامس تامتا مهرت زمچا وقت تاقن تايل لك امبلو يموت شرط وقاوي ميادر قباتشو نيناك فاتر عروج كفتانتب اسرا سبات هايا امست اسرا سبات تامسا امست ناسرا سبات زيرو هلت تترارا مشيق بميق با دب دبو قدات كمادرسات شو مبلاي شعبيا مورالون دينا كايدر رقو قرات مكونن ناتشو كولونيل منغستو كاسا يهنن وساين قداج بمفت زملاين دالو አውሮፕላናቸው በጠላታየር መቃወሚያ መሳሪያ ይመታል እሳቸውም ካውሮፕላናቸው ዘለው ለመውጣት በመከሩበት ጊዜ የበረራ ከፍታቸው አነስተኛ በመሆኑና ፓራሹታቸውም ሳይከፈት ቶሎ መሬት በመድረሱ ህይወታቸው አልፏል የርሳቸውን ሬሳ በጠላት እጅ እንዳይወድቅ ናደው እዝ ከጠላት መከላከያ ውስጥ በመግባት መስዋዕትነት ከፍሎ አስክሬናቸውን በማውጣት አዲስ አበባ ደብረ ዘይት ተልኮ የቀብር ስነ ስርዓታቸው እንዲፈጸም ተደርጓል ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች በብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ የተጻፈው የሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር መጽሐፍ ትረካ ክፍል 67 ታብቅቷል በቀጣይ የመጽሐፉ የመጨረሻውንና ክፍል 68ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድታጋሩን በአክብሮት እንጠይቃለን